بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله شرحت الجنس دي اقسم جنب 30 سم 30 سم 30 سم طول و30 سم عرض 30 سم طول، يعني في داخل مربع 30 سم 30 سم 30 سم 30 سم. نجيب خشبه بكاشه 10 سم في 20 سم شريط 10 وهنلف ونشتغل مثلا دي جايه طوله جدا عرض كده تمام. جبت العرض اللي فوق دي هيكون ايه العرض بعد الطول بعد واحد هنكمل زي ما كنتم شايفين. هيدي لك داخل مربع تعالى كده زي ما بنعمل بالشنطه واحده 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 مربع دور فوق زي ما بنشوف. وتكون ان شاء الله بعد التسليل نشوف مع بعض التسليل ان شاء الله. مش عايزين مش تلعب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي ده بقى التظليل بتاع الجنب؟ هنبدا التظليل على الفرد دلوقتي. بص على بلاد اللي هي طول طول الحته المفرغه بتاعت الاخر بقى مش عارف التظليل حاجه
نقسم كل المربعات اللي بين في نص كل من 30 في 30 هيبقى في مربع صغير بتاع فيه اصغر كده، وبعد كده هنصرف الدم اللي انا كنت لما تشوفوا تاخدنا المربع وخلاص. حدد التصديق اللي انا بدوره، تمام؟ Thank you.